بس معانا اتصال تليفوني من السويس بزميلنا الاستاذ ايهاب ويليام. صباح الخير يا ايهاب، صباح الخير يا محمد. طمني على الحاله الامنيه، اخبارها عندك ايه والناس عاملين ايه هناك؟ لا يعني الحالة الأمنية في محافظة السويس يعني على أفضل ما يكون الحقيقة. قوات الجيش الثالث الميداني ممثلة في المدرعات والآليات والجنود وعربات الشرطة العسكرية بتجوب أنحاء المحافظة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. هذا التكثيف للمعدات وللتواجد الحقيقة بدأ منذ الاحتشاد في 30 من يونيو، بحيث ان القوات المسلحه ممثله في الجيش الثالث الميداني طبقت خطه هي موجوده لديها بالفعل لتامين كافه محاور المحافظه والشوارع والميادين والمنشات. انت تعرف ان السويس بها اكبر معامل لتكرير البترول فضلا عن المصانع بشمال غرب خليج السويس، المجرى الملاحي للقناه ونفق الشهيد احمد حمدي. الحقيقه جميع هذه المنشات والممتلكات الخاصة والعامة مؤمنة تماما منذ اليوم الأول للاحتشاد وقبله يمكن بحوالي 4 أو 5 أيام. يعني على أي الأحوال الفرحة العارمة الحقيقة اللي شهدتها محافظة السويس منذ بيان القوات المسلحة بالأمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم يعني لم تعطي مجالا لأي كان بأن يفسد هذه الفرحة. أنا يعني أزعم إن أنا متابع الشأن العام والأحداث الجارية في السويس على مدار ال20 سنة الماضية، لم أرى مثل هذه الفرحة ولا مثل هذا التجمع ولا مثل هذا التوحد بين مختلف فئات الشعب في محافظة السويس. تمام، من الواضح إيهاب، من الواضح أن هناك خروج للجماهير في 30 يونيو وما بعد 30 يونيو أضعاف اللي خرجوا في 25 يناير وما بعد 25 يناير، وهذا يعني أن المواطن المصري أصبح بطبعه يعني سياسي وأصبح بطبعه مشارك في هذه العملية السياسية، ولكن من خارطة الطريق لم الشمل تصفية الأجواء. هل هناك في الأفق لديك في السويس اتجاه للم الشمل مرة أخرى ما بين مؤيد للرئيس مرسي أو معارضا له، والآن الأمور دلوقتي على الساحة أصبح لها رؤية مختلفة؟ يعني بالتاكيد يا محمد يمكن انت سمعت في بيان الفريق اول عبد الفتاح السيسي بالامس انه بيشدد على انه لا اقصاء ولا مصادره على اي تيار وان تمام. كل الفصائل هي مدعوه للحوار ومدعوه للمشاركه. يعني ده لا يخص محافظه السويس على وجه التحديد لكن هو يمكن على مستوى مصر كلها. انما في محافظه السويس انا اعتقد ان زي ما بقول لك كده بالامس الكل كان متوحد حتى المعارضين، يعني ربما يكون كان ثمه رد فعل يعني في آنه فقط البعض رشق بالحجاره قوات الجيش لدرجه ان احد كبار ضباط الجيش الثالث الميداني اصيب برشق من الحجاره بجروح عميقه وبيتم علاجه على اثرها في المستشفى العسكري التابع للجيش الثالث الميداني. لكن على اي الاحوال ده رد فعل طبيعي ومنتظر في مثل هذه الظروف ولا يلام عليه يعني من اصيبت اعصابه بمزيد من التوتر. لكن اعتقد ان المصالحه قادمه لا شك ولا محاله وان الكل مدعو بالفعل لاعاده بناء مصر ولاعاده تصحيح الثوره المصريه. ويمكن اذا كانت الشكوى في المرحله السابقه او على مدار السنه الماضيه هي تمكن فصيل واحد من السيطره على مقدرات البلاد فاعتقد انه لا يمكن ان تتكرر نفس الخطا باقصاء هذا الفصيل او غيره. فانا اعتقد ان يعني محافظه السويس وما ينفعش اقصائه وما ينفعش طالما احنا بنفكر نبني مصر ان احنا برضو ناخد فصيل هو اللي يبني وتاني نقصي. هذا امر يعني اعتقد انه حقيقه لابد ان يعني نثبتها بايدينا بالكامل وتحققنا منها في الاونه الاخيره دي. بالتاكيد محمد، يعني زي ما بقول لك كده يمكن انا شهدت بالامس يعني مشاهد الحقيقه لم ارى لها مثيل. يمكن اول واهم هذه المشاهد الحقيقه واللي لازم يتسجل علشان يبقى عليه دراسات بعد كده تواجد المرأة المصرية في محافظة السويس بمثل هذا الحجم. تمام. المرأة المصرية الحقيقة يبدو أنها تريد أن تشارك بفعالية في صنع مستقبل هذه البلاد، أنها لم تعد هذا الكم المهمل أو المقيم في المنزل أو حتى الذي يهتم فقط بالأسرة، لا هي مهتمة بشأن عام. أكاد أقول لك أنه من 30 من يونيو وحتى الأمس أكثر من نصف الواقفين في الشارع هم من المرأة المصرية، وحتى يعني كنت لما أكن أغادر ميدان الأربعين أو الخضر أو الشوارع قبل الساعة 1 صباحا والنساء متواجدات في هذا التوقيت.
تمام. المشهد الثاني الجميل قوي اللي شفته امبارح يا محمد، تقريبا يمكن في الساعه الواحده صباحا ثلاث سيارات للشرطه بقياده الضباط والجنود تدخل ميدان الأربعين وسط جفه تنادي بان الشرطه والجيش والشعب ايد واحده. فهذه ايضا مصالحه جديده على طريق المصالحات التي تتحدث انت عنه. لم يعد من الممكن ايضا اقصاء الشرطه المصريه عن المشهد السياسي في مصر. بالامس كما قلت لك محافظه السويس، انت تعلم انها على مدار العامين الماضيين كان قد تم حرق اقسام الشرطه فيها واقتحام مديريه الامن وغيرها من الاحداث التي كانت مواجهه بين المواطنين وبين الشرطه، ولكن بالامس ايضا فتحت صفحه جديده في هذا الاطار. اعتقد ان الشرطه المصريه بتسطر بهذا الشكل يعني المزيد من التلاحم وبتحقق الشعار الحقيقي الشرطه في خدمه الشعب. في هذا الاطار يبقى كلامك سليم على انه لا اقصاء لاحد ولا مصادره، وان الكل مدعو لبناء هذا الوطن شرطه وشعب وجيش واخوان ويسار وليبراليين. ونتمنى الاستفاده من هذه الروح لبناء علاقه جديده حميميه ما بين الشعب والشرطه. نتمنى يا رب ده يحصل يعني. ماشي استاذ ايهاب وليا، مشكورة جدا وشكرا على هذه المعلومات، وفي انتظارك في الاسماعيليه عشان النشر بقى. شكرا محمد، شكرا ليك، نرجع.